يعني امرأة سبق منها أن يعني كانت منها مفاسد وتابت إلى الله عز وجل، الله تعالى يقبل التوبة من عيب هذه، هذا قلناه عدنا، يعني اللي سد باب التوبة كيسد عليه الله، اللي سد باب التوبة كيسد عليه الله هو الأول. وليس عنا بعيد حديث مجرمي بني إسرائيل، ذاك اللي قتل 99 روح من بني إسرائيل، مشى لواحد العابد زاهد قال له هل لي من توبة، قال له قتلت 99، قال له ما عندك توبة، 99 باقي انت عندك تقلب التوب، وهو يكمل به 100 إلى غير خاسر خاسر، أنا خسر مرة في خطرة. فذهب إلى رجل عالم قال له هل لي من توبة، قال له ومن يغلق أو من يحول دونك ودون توبة، ربي سميته التواب يعني رحمته وسع من الأرض والسماء كلها، وانت الجرائم ديال كاع كلها شحال تكون كرة أرضية، ورحمت الله أكثر من 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 الكرة الأرضية والسماوات كلها. فالله سبحانه وتعالى يعني كتب له التوبة بهذيك وتاب، قال له ولكن نصحك هذه البلاد اللي راك فيها بلاد ديال الفساد، خرج منها وسير سير بعيد لواحد البلاد ديال الصلاح لعلك تلقى أهل الخير. ومات في الطريق. كيحكي لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل الصالح تائب بالأحرى تائب وهو صالح، إذن لما مات في الطريق نزلوا الملائكة ديال العذاب باش يشدوا الروح ديالو، اللي كيعرفوه يقولوا من زمان مسجلينه هذا ديالنا، هذا قتل الروح، ملائكة العذاب مسجلينه، ولكن نزلوا ملائكة الرحمة اللي عندهم الخبر باللي راه تاب، وكيدبزوا عليه كيقولوا ديالنا، الاخرين كيقولوا ديالنا، تخاصموا بيناتهم شكون اللي يديه. وهو ينزل واحد الملك اخر صفته الله سبحانه وتعالى ارسله جاء يحكم بيناتهم، قال لهم ربي تعالى راه كيامركم باش تعبروا الارض، هذا الموضع اللي مات فيه شحال بينه وبين الارض اللي كان يدير فيها الجرائم ديال الشر، وشحال بينه وبين الارض ديال الناس ديال الخير. اذا كانت المسافه اللي بينه وبين الناس ديال الشر اقل من المسافه اللي بينه وبين الناس ديال الخير يديه الملائكه ديال العذاب، يعني اذا كان باقي قريب لاهل الخير لاهل الشر يديه اصحاب العذاب، وإلا راه دخل في الأرض ديال الخير دخل في الأرض في المسافة ديال الخير واخا غير بسنطيم يديه الملائكة ديال الرحمة. لما عبروا قالوا وجدوه قد قطع أو وصل أرض الخير بشبرين، يالله قال لك بالصدر دياله وطيح مجبد بالصدر دياله شد في الأرض ديال الخير، فأخذته ملائكة الرحمة. ولذلك رحمت الله تعالى من حق كل عبدين تاب إلى الله توبة نصوحة، سميتها نصوحة، اش معنات نصوحة؟ عمرو ما يعود، ميبقاش يتفلى على الله، يعني يسخر من ربه، فالله عز وجل يسخر منه، يديرها اليوم ويعاود يرجع غدا ويقول توبة نصوحة، هذه ماشي التوبة النصوحة، وقد بيناها في خطبة الجمعة أيضا، التوبة النصوحة هي التي تقطع الصلة بينك وبين الحرام قطعا انتهى، والصغائر لا يخلو منها أحد، لكن ديك الكبيرة قطعتها في خطرة. فهذه المرأة تسأل بعد أن تابت توبة النصوحة، نسأل الله عز وجل ما عندها ما تأكل وش يمكن لها تخدم في الحلال، إيه لا لا الخدمة في الحلال حرام، من يحرمها؟ الصحابية باعوا وشراوا في سوق البقيع، يعني ما كان تشي نهائيا، يعني صحيح المرأة يمكن لها تبيع وتشري تلتزم بالضوابط الشرعية صافي والسلام، صحيح المجتمع فاتن مفتور وكيف لا تمشي راه الدنيا كدرت، انه سد الضرائع راه ما يمكنش يتقطع النفس على بنادم، وهادشي راه تكلموا عليه العلماء، يعني سد الضرائع يعني لما كيولي الفساد كيتسمى من عموم البلوى، لا تسد ذريعته، لا تسد ذريعته، يعني بحال الا بغيت بنادم يقول ايوا المراه في هذا الزمان مفتون ما تخرجش دير شغلها، علاه الراجل من اللي كيخرج يعني الزمان ماشي مفتون ما تمشيش للجامع، هم بيني وبين الجامع 100 فتنه وفتنه كنشوف في الطريق، ما نمشيش للسوق نتسوق، ما نمشيش نقضي شغلي، اذا صافي تحبسوا. ولذلك يعني لا بد الاشياء التي لا تقوم المصالح وكتسمى المصالح المطارده اذا قامت دونها الفتن والمفاسد لا تقطعها، المصالح المطارده اللي لا بد منها الرزق العيش الكسب، لكن ان ربي تعالى غناها تستعفف حسن ليها، لكن إذا عندها الحاجة والضرورة تمشي تخدم على أولادها وعلى رسالها.